مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 24 مايو بالتوقيت المحلي، أعلن البرنامج لحوار الصباح الأمريكي الشهير أن فرقة تي إكس تي ستؤدي عرضا مباشرا في الحلقة القادمة يوم الجمعة المقبل. الفرقة حاليا أكملت نصف عروضها المجدولة في محطتها الأمريكية ضمن جولتها العالمية أكت بروميس، والتي انطلقت في وقت سابق من هذا الشهر في قبة تاكوما. ستؤدي فرقة إكس تي عروضها في نيويورك لمدة ليلتين، حيث أن تم تصوير أداء الفرقة في Good Morning America ليعرض يوم واحد، وفي 2 يونيو ستؤدي الفرقة حفلها في حديقة ماديسون سكوير. ستظهر فرقة إكس تي في حلقة 31 مايو من برنامج Good Morning America، والتي تبدأ في الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيو إيغاسيو كومسامنيدا.